بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. كل وعن في دونك سندقي استر صاحبي اللي دلهانتي بميلك استاهد نقدقي سنيسان كل سودة وادة وركي هميني ورباين تدلجر وهمين ما اسنين تاريخ ضايكو بيغان طايل بي إلا تنكا بشه لولي السند والباكم لباتاني أفر قد بدا دقي استر صاحبي وقدر كران وركي في نما دي ربوين رحالي كان نقضادو بغان دونتان نوحا كاملا رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية ومانت المقالة الضوحي حرمت ذلك قدر كدع فريش وينها قرب تشوكت الصومالية دولد فدرالك الصومالية أصوبة نكتي خسارة لغو قارسية على الشباب دقاء الله كدع عيشوبة دخصة وصير كأمن يقودا حكومة فدرالك الصومالية وبقادين ودري إذا ماذا قرنك يكوى جبلان قدق الدور شوين كبنتلان إباك وقلبتا كالدري شغالها كشقين إياه سي شوين كعود بحنتا دور شوين كقلياش الديان كيسدح الدقم أخبرت كعالم كندي استيل وحا كمدا مدافعينها أمريكان كجو بايدن وصير رسمي أو شاعيين إن سو ترتمي دوني مدح تنمى ضدلك أمريكان كا إنت أسوا حياة وضبط ورك في النواء وكمان ديجي استيل ورك في دوح إنك جاي ماني يستوديا وربعين تدرت رمجالة على الكعية أنا جو برا يا لسه حسين يديك سهل حتى نكسر وهذا ورك يفع فحسن سو كبنت ورك في النواء تدرت وحا في تدري يي سوم بانك سوم بانك وبيمو أدي يا بانك هو دميستر فنان يدمان الغات أدون كودن سوم بانك سمان سرين يشغى صافيا صنبا بركلة كل ونعكسن دقي سلعين كوبلوني رسول سرع حكومة فدرالك الصومالية مدنة حمسة عبد بره أيام أنت مقالة الضوحية حرمت تدلك قدر كدع فري شروينها غرب جوكت الصومالية شروينها نوعي سوق من قابسة وسهر الدائرمة الدبدة يسكاشق عالمي حكومة فدرالك الصومالية أي وحاك سوق بقلي وسيرو كترسان حكومة فدرالك الصومالية لبانه كان عسطو ينكبضن لو بقول يكونتن قربچوك سوماليادا الكودي غاشير وينها سنه كان ايا اه جهينتا اودو قربچوك تو سوماليت سي لو غايرو سوماليا بلان او برواقا شركان او سكون دونا مدو لبا عشاء ايا الفليا ان لوغا هادلا اريما كلا دوون او تابن ايا حالده قربچوك تو سوماليت دور كا قربچوك تو سومالي اي دوبليس كا دالكا اي قودبا كلا مهمه وغورينتي رسول وزراء حكومة فدرالك الصومالي مدنة حمزة عبد بره ايا هلكاسي كجيدي خطبه دينعيه بدن تابنيساي يا شركان مهم كا ee kulmiyay qurbajoogta Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in kulankani uu noqdo fursad lagu xoojiyo xiriirka qurbajoogta Soomaaliyeed korna loogu qaado iskaashiga ka dhaxay si loo adkeeyo maqaamka Soomaaliya oo dib loogu soo celiyo sharafkeedii hormuudnimo ee qaarada Afrika وحان سي مقله وقوم هاد علينا يا دولة داين ولا لها نهاي قدر مضان ايال يمروين ولا ليال شركا وانو كتر جماع وجودوين كا يولالكا ضدك الصوماليات ودون يهرمر يبرواقو كلان كان وحان دون ينا إن آت كوضا هذا الشان سيدي لو أبوري لها إسكاشي وحكوولا وكاد حيا يددك الصوماليات قربها جوغة يدل كوضا هوي تاس أو غعان كجيسان كارتا هرمر كجود يدلك سيداد الله سعوتان تكنولوجيا دو واميد كميدا تيرر كأغم مهمسن هرمر كعصريا waxaan rajaynayaa in dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ay ku soo kordhiyaan dalka tiknoolajiyadaha cusboonaanaya ee adduunka taas oo qayb ka noqon doonta horumarinta adeegyada iyo kaabayaasha dalka intaas waxa dheer waxaan rajaynayaa in aad ku soo kordhisaan dalkiina hooyo waye aragnimadiina hana qaaday ee la xiriirta maamulka iyo ganacsi war dheerada ayaa ka soo baxay dagaal xoogan oo subaxnimada hore ee saaka deegaano ka tirsan gobolka jubada hoose ku dhaxmaray ciidamada xoogga dalka ay weheliyeen kuwa daraawiishta iyo xarakada al-shabaab dagaalkan oo yimid kadib markii al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhigyada ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubaland ay ku leeyihiin deegaanka Buule Haaje ee hoostaga magaalada Kismaayo xarunta ku meelgaarka Jubaland
ايه ديغانكا هربولة ايه هوستاغا دقمدا افمدو ايه قبالكا جوبادا هوسي ساراكيسا ايه مدا حوق دالكا صوماليد يكوو دراويشتا قلمدوك ايه قبالكا جوبادا هوسي ها ايه صوبان ديغي ميددكا حبنو بادن او كاترسان على شواب يهوب فرا بادن او هلكاسي هلوغا فرطي سيدو قلي ساراكيسا ايه شاقي ان اي حادا ودان هول قلو حوقن او اي كوبا ديغو بيان حبنو كهاري على شواب او كلو مالي سنة ايه اغاقا دقال danka kale wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartag ayaa ku bogaadiyay ciidamada qaranka iyo kuwa daraawishta Jubaland sida geesinimada leh iskaga difaaceen isku daygii saakay ay kooxda Al-Shabaab ku soo qaadeen gudaha shacabka Soomaaliyeed si gaar ah reer Jubaland waxaan ugu hambalyeynayaa guusha taariikhiga ah ee ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawishta galmudug ay ka soo hoyeen deegaanada Buule Haaji iyo Hargoole ayuu yiri wasiir Fartag wasiirka ayaa tilmaamay in fashilka dhagarta Al-Shabaab ee asaas u ahay wada shaqaynta ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka isagoo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ku adkeeyay in shac inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayadoo lagu wada maalinimada birita ay taariikhdu ku beegan tahay 23ka Julaay in loo dareero doorashooyinka golayaasha deegaanka ee saddex degmo ee garow gudub jiraan iyo dangarayo oo horey uga haray doorashooyinka qofii ciidda sanadkii hore ka dhacay mandaqada Puntland ayaa garabta guddiga doorashooyinka Puntland ee Beck kala direen shaqaalaha ka shaqeynaya sawjooyinka codbixinta ciidamada amniga ee maalinta doorashada iyo agabka codbixinta si kastaba doorashooyinka golayaasha deegaanka ee saddex degmo ee garowga gudub jiraan iyo dankaraya ayaa waxaa ku loolami doona sideed xisbi siyaasadeed iyadoo oo mid waliba uu soo sharaxay tirada xildhibaanada golayaasha deegaanka ee degmo waliba halka sanadkii hore ay ku loolameen doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee degmooyinka Puntland 7 xisbi siyaasadeed halka warkaasi fiidnimo dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyo Daljir haatana akhbaaradka caalamka marka la haysa hubsiimo u helidood iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio Daljir war la heliyaaba talo la hel madaxweynaha dalka mareykanka Joe Biden ayaa hamiinimadii xalay hay'ad rasmi ah u shaaciyay inuusan xilka madaxtinimo u tartami doorin doorashooyinka mareykanka ee dhici doona bisha November ee nagu soo aadan madaxweyne Joe Biden ayaa in muddo lagu cadaadinayay in arrinkan uu shaaciyo kadib markii ay culaysyo kala duwan oga yimaadeen xubnaha xisbiga dimuqraadiga uu ka tirsan yahay iyo khaladaad darbeel ah oo uu galay iyo sidoo kale wajigabixii uu kala kulmay doodii dhex martay asagii iyo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ee 7-laatankii bisha Janaayo sanadkan madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale galay khaladaad dhowr ah xilli uu shir jaraa'id ku qabanayay aqalka cad ee looga tariyay dalka Mareykanka taasoo shaki weyn gelisay awooddiisa inuu dalka si maamuli karo balse Joe Biden ayaa sheegay in marka laga tago inuusan ka qaybgelin tartanka madaxtinimada dalka Mareykanka uu awoodo in uu xilka si hufan u guto ilaa ay laga gaarayo bisha Janaayo sanadka 2025 hadalka ka soo yeeray madaxweyne Biden ayaa ahaa mid ay si weyn u sugayeen mas-uuliyiinta ka tirsan xisbiga dimuqraadiga uu ka tirsan yahay xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa looga fadhiyaa in ay soo saaraan musharraxa bedeli doona Joe Biden isla markaasina loo lagaadag la geli doona madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo isagoo si rasmi ah u noqday musharraxa xisbiga jamhuuriga ee doorashooyinka dhici doona bisha November ee nagu soo aadan madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay inuu garab istaagi doono isla markaasina la shaqeyn doono madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris balse xisbiga dimuqraadiga ayaa lagu sugayaa inay soo saaraan musharraxii bedeli lahaa Joe Biden isla markaasina loolanka adag la geli lahaa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump gudahaani gabi ahaanba warkii fiidi warbaahinta Daljir oo si toos ah kaga imaanayay studio warbaahinta Daljir ee magaalada Galkacyo anigoo baraa in la socosiino waayeynta warkan warka xigeenta ku kulmi doono السلام عليكم ورحمة الله وبركاته